اهلا بيكم في قناة ميمي تاروت. قراءة النهاردة للمنفصلين، الشخص اللي في بالك في الفراق وفي البعد حاسس بايه ناحيتك، وهل هيكون في رجوع ما بينكم قريبا؟ واذا في رسالة حابب ان هو يقولها لك دلوقتي هتكون ايه رسالتي؟ ممكن تختار بالحجر او حروف اسم الشخص اللي في بالك. الحجر ده هيكون المجموعة الاولى او الاختيار الاول، ولو بالحروف الحرف الاول او التاني او التالت من اسم الشخص، والحجر ده هيكون المجموعة التانية او الاختيار التاني. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من أي وقت بتسمع القراءة دي. هنسمع أو هنبدأ بأصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر ده. أهلا بيكم، متنساش إذا كنت جديد في القناة تشترك وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. كمان تقدر تنتسب في القناة، وإذا كنت بحاجة لقراءة خاصة تقدر تتواصل من خلال الباتريون واللينك بتاعه في صندوق الوصف باليوتيوب. اصحاب المجموعة دي انتوا شكلكم متخانقين مع بعض، بس اعتقد ان في نية للصلح، سواء من ناحيتك او من ناحيته او من ناحيتكم انتوا الاتنين. بس انت وقت سماعك للفيديو ده ممكن تكون بتقول لا، مش عايزة اسامح، او مش عايزة اصالح، او انا زعلان من الشخص ده، او انا متضايق منه. ويمكن لو كان هو حاول انه كلمك عفوا او يتواصل معاك، جايز تكون انت صديته او انت رفضت محاولة الشخص ده للكلام وللتواصل معاك. لو انت بتسمع المجموعة دي وفي حياتك حد تاني غير الشخص ده، فربما عندك الرغبة او النية ان انت تبقى في العلاقة اللي انت فيها، او ان انت تفضل مع الشخص اللي انت مع الشخص الاساسي. الشخص اللي انت بتسأل عنه هو في طاقة كويسة جدا جدا جدا. للبعض منكم الشخص ده روحه قادرة انها تشوفك، او روحه قادرة انها تتواصل معاك، او قادر ان هو يشوفك بدون ما يبقى محتاج انه يراك جسديا، قادر ان هو يشوفك قوي ويشوفك كويس بروحه كمان. لكن عن العلاقة والتواصل فانتوا اتخانقتوا، او حصل ما بينكم، ممكن يكون حد فيكم عامل للتاني بلوك، او جايز العلاقة ان انتوا الاتنين اصلا عاملين لبعض بلوك. هنا في القراءة دي ايه مشاعر الشخص ده تجاهك في الفراق وفي البعد؟ صعب قوي. لسبب ما الشخص ده متضايق، او لسبب ما الشخص ده حاسس ان قلبه انجرح، او قلبه اتكسر في العلاقة دي، او كأن زي انت اديته حاجة او اديته طعنات، الطعنات دي مش هيقدر انه يقوم بعدها، او زي يتكتف في المكان بتاعه. يمكن تكون انت قلت للشخص ده كلام قاسي قوي قوي قوي، لدرجة ان الكلام ده اثر عليه نفسيا واثر عليه جسديا، ممكن يكون تعب او رقد بعد الكلام ده. في بعض الاوقات الشخص ده منتظر رد فعل معين منك، او منتظر ان انت ممكن تكلمه، او ان انت تتواصل معاه، او زي ما هو بيبص عليك ان انت تبص عليه. هو بينه وبين نفسه بيقعد يفكر فيك كتير قوي، وفي حاجات فاكرها لك، بس هو فاكر لك الحاجات الكويسة اكتر، وكأنه حاسس انه يعني هو كشخص بيعرف يعديلك، او هو كشخص بيعرف يسامحك، او بيعرف لو انت مثلا زعلته طاقة حبه ليك بتخليه ينسى او يتجاوز اي شعور بالزعل او اي شعور بالضيق. لكن هناك شيء مخلي الشخص ده حاسس بالألم دلوقتي، او ان هو بيتألم لسبب او لآخر، زي قلبه انطعن في العلاقة دي، اتوجع قوي قلبه في الطاقة.